وفي ذات السياق وعلى هامش مشاركته في الدورة الثامنة لمنتدى حوارات المتوسط في روما، التقى وزير الخارجية بن مبارك المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت مالي، واستعرض معه الدور الإيراني التخريبي في بلادنا. وأشار بن مبارك في اللقاء إلى الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي واستمرار تدفق السلاح الإيراني لها، خاصة الطائرات المسيرة، الذي أدى لامتلاك ميليشيا الحوثي لها إلى مفاقمة الأزمة في البلاد وتهديد الأمن والسلم في المنطقة والملاحة الدولية وإمدادات النفط. من جانبه، وضع السيد مالي الوزير بن مبارك في صورة التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني. وفي هذا الصدد استعرض بن مبارك مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني السيد تاكي جذور وطبيعة الصراع مع الحوثيين والجهود التي تبذلها الحكومة في المشاورات والاتفاقات السابقة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية لتحقيق السلام إيمانا منها بهذا المسار.